استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة. أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للشباب البحريني وخطواتهم الهادفة إلى رفع راية الوطن وحرصها على تسجيل اسمها في مختلف الألعاب مع أفضل فرق العالم، مبينا سموه أن سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة يعتبر أحد الكفاءات الوطنية الرياضية الشابة في رياضة السيارات. وبيّن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين ماضية في تثبيت أركان الاحتراف الرياضي عبر منحه الإطار القانوني والذي حظي بدعم واهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومقدما سموه التهنئة إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة باعتباره أول بحريني يحمل بطاقة محترف في رياضة السيارات، مشيرا إلى أن حمل سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة لصفة المحترف الرياضي في رياضة السيارات جاء بعد جهد طويل ومثابرة عالية وتحقيق الإنجازات باسم مملكة البحرين. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة هو قدوة للشباب البحريني وسيكون حافزا كبيرا للشباب البحريني بالسير على خطاه لتحقيق الرؤية الثاقبة والهادفة إلى رؤية الشباب البحريني يمثلون المملكة في الفرق العالمية، لما له انعكاس إيجابي على مملكة البحرين على مختلف الأصعدة. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أنه حريص على دعم كافة الشباب البحريني في مختلف المجالات من أجل مواصلة الارتقاء بالرياضة البحرينية، وأن سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة سيحظى بكامل الدعم في الفترة القادمة لتحقيق كامل أهدافه، متمنيا سموه لسمو الشيخ عبد الله أو عيسى بن عبد الله كل التوفيق والنجاح.